احمد السيد. احمد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا استاذ عبد الناصر، واهلا بضيوفك الكرام الكابتن محمد فاروق والكابتن رضا شحاته واستاذ عمرو الدردير وكل مشاهدي قناه ال تي سي. قول لي الاول، طمنا قبل ما نخش في ردود افعال ما بعد المباراه والتفاصيل وما لديك من اخبار، طمنا على علي معلول واصابته. يعني وعلي معلول للاسف يعني شعر ببعث نهايه اللقاء بالتحديد في اخر 10 دقائق، يعني بشد في العضله الضامه، يعني هيتم تحديد موقفه من التدريبات الفتره القادمه وفقا للاشعه اللي هيعملها بكره، لكن واضح ان هو كان بيعاني ما قدرش يكمل اللقاء. علي معلول يعني كان تحمل على نفسه اخر 10 دقائق، لكن التشخيص المبدئي دي هو شد في العضله الضامه، هيتحدد بقى مده غيابه وفقا للبرنامج العلاجي وفقا للاشعه اللي هيبقيها ان شاء الله عصر الغد او عصر اليوم لعلي معلول. كمان حسام عاشور خلينا نقول ان جاله برضه شد في العضله الضامه قبل نهايه الشوط الاول، تحمل على نفسه في وسط الملعب بين الشوطين، اتعمل له تيست كده حس انه يقدر يكمل الشوط الثاني، لكن برضه تم تغييره بسبب شعوره بالام في العضله الضامه. كذلك ايضا صلاح محسن اللي شعر بالام في العضله الاماميه رغم ان هو وقت اشراكه كان قليل جدا، لكن يعني جاله برضه شد في العضله الاماميه، اصابات عضليه كتير بيعاني منها النادي الاهلي، وهيتحدد موقف الثلاثي دول ان شاء الله وفقا للاشعه اللي هيتم اجراءها عصر اليوم. لكن زي ما الكابتن فاروق قال، الاهلي قد يستعيد بعض من عناصره في مباراه العوده زي سعد سمير، زي عمرو السوليه، زي كذلك مروان محسن اللي اصبح جاهز للمشاركه مع الفريق في المباريات القادمه. طيب ماذا لديك من ردود افعال بعد المباراه؟ خلينا نقول يعني الجماهير النادي الاهلي القليله اللي حضرت المباراه يعني لا يزيد عددها عن حوالي 3000 متفرج، كانت سعيده بالفوز بقدمي وليد سليمان او براس وليد سليمان في الدقيقه 23 واسلام مخالف في الدقيقه 41. يعني حضر النهارده المباراه اغلبيه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي باستثناء بعض الاعضاء اللي تواجدوا خارج البلاد. يعني بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي كارتيرون قال انا بهدي الفوز للجماهير التي لم تستطع الحضور لمشاهده اللقاء، وقال كان بامكان النادي الاهلي انه يضاعف عدد الاهداف ويفوز بنتيجه تروحه في مباراه العوده، لكن قال انه سعيد باداء اللاعبين وربما الشوط الثاني قل الاداء نسبيا، قال طبعا الشوط الثاني المستوى ما كانش عاجبه، لكن في المجمل فوز على فريق كبير زي فريق وفاق الصيف بهذه النتيجه يعني بتريحه في مباراه العوده، لكن قال ان في مباراه عوده يجب الاستعداد عليها جيدا، وقال ان هو يعني لم يرتكز على نتيجه مباراه الذهاب، قال مباراه العوده هتبقى مباراه يعني صعبه جدا على ملعب فريق 8 مايو بالجزائر، مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم 23 اكتوبر. كابتن محمد يوسف ايضا قال نفس الكلام وقال ان الفوز صعب رغم اضاعه العديد من الفرص، قال كان في هدف صحيح لم يحتسب للنادي الاهلي، ولكن كان اكد ان الاهم هو عدم استقبال شباك النادي الاهلي لاي هدف، كان من المهم ان النادي الاهلي ما يدخلش مرمى هدف، قال عنده النادي الاهلي عنده شوط ثاني في الجزائر هيتم الاستعداد ليه مبكرا. وبالنسبه لغياب الجماهير اكد طبعا غياب الجماهير اكيد كان ليها اثر على اداء الفريق، ولكن هو والجهاز الفني اتكلموا مع اللعيبه على ضروره يعني فصل هذا الامر تماما، يعني قال ان الاهلي خد عقوبه شريف اكرامي قبل اللقاء بساعات، كذلك غياب الجماهير قبل اللقاء بساعات، لكن الجهاز الفني فصل اللعيبه تماما عن هذه الاجواء، وتم تحديد هدف واضح وهو الفوز، والفوز بنتيجه تريح الفريق في مباراه العوده، اعتقد نتيجه الى حد ما مرضيه. الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي كان ليه تصريح بعد المباراه، قال ان الفوز اليوم ده مجرد خطوه للفوز بالبطوله، واكد ان فريق النادي الاهلي سعادته لا يتاثر بالغيابات، قال ان الجهاز الفني واللاعبين كانوا في قمه تركيزهم ما قبل المباراه، قال ان الفريق سعادته دايما في ضغط المباريات لكن هدفنا واحد وهو الفوز بكل المباريات. ايضا اسلام محارب قال سعيد بالهدف وسعيد بالفوز وسعيد بهذا الاداء، وقال ان هو ان شاء الله بيتمنى كمان الفوز في الجزائر والوصول للمباراه النهائيه وتحقيق هذه البطوله واهدائها لجماهير النادي الاهلي. قال التحيه اللي هو عملها دي كانت موجهه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تقديرا لدوره مع الفريق في الفتره الاخيره، يعني وحركته بالايدي هو وايمن اشرف واحمد فتحي، يعني تماسك الايدي مع بعضها كما يعني انها بتشير للتاكيد على قوه علاقه اللاعبين والجماهير وان هم ايد واحده دايما في الفترة الأخيرة، وأكد على مساندته طبعا للجماهير وأكيد هو عايز يكون الجماهير متواجدة لمساندة الفريق في الفترة القادمة. خلينا نقول كمان أكرم توفيق كان سعيد بالمشاركة ولو أنه كان بيأكد أن يعني أكيد الفريق تأثر بالإجهاد شوية في الشوط الثاني، وكذلك ده نفس الكلام اللي أكده مؤمن زكريا، ولكن كان كل أجمع أن كان لابد من الفوز وكان في إضاعة العديد من الأهداف، ربما يعني هذه الأهداف كانت تريح الفريق في مباراة
العودة زي ما قلت يوم 23 أكتوبر. لكن خلينا نقول الأهلي عنده راحة إن شاء الله. اليوم هيبقى عنده ضغط مباراة بعد كده، عنده يوم الأحد 7 أكتوبر في مباراة مع الاتحاد بملعب السلام في الدوري العام، بعد كده هيكون عنده مباراة الداخلية في الدوري يوم 15 أكتوبر بدون اللعيبة الدوليين. يعني الأهلي جاله استدعاء خماسي من المنتخب، سواء محمد الشناوي أو أيمن أشرف أو محمد هاني أو صلاح محسن أو مروان محسن، هؤلاء الخماسي ينضموا للمنتخب الأول في الفترة القادمة. كذلك أزارو جاله استدعاء من المنتخب المغربي، كذلك علي معلول من المنتخب التونسي، وبالتالي الأهلي هيعاني في مباراة الداخلية بسبب الغيابات. ربما تكون الأزمة أيضا أن المنتخب الأولمبي بيسعى لإقامة